الا حتى نتوما كانت عندكم شي ماماكم بحال هادي خليني نوصف لكم ديالي. اجي درتي تي دوفوار، لبسي البانطوفا غيضربك البرد، سيري نشفي شعرك، راه حنا في الشتا صحابك. عندك تهزي هذيك، عندك تخطيها هكاك، ديري هي بحال البقره العقره، ما تنفعي ما تضري. عاوتاني غادي تمشي مع ديك الصاحبه المنحوسه؟ ما يمكنش. وانا كان صوت ما عاجبنيش الحال، اي بورتون اش غنقول لكم اليوم، انا بغيت ندير ان تيمونياج لماميغ، حيت هي اللي وقفات معايا ملي طلقت، حيت هي اللي عاوناتني ملي درت سبعه ديال لي فايد، حيت هي اللي امنت بيا ملي حتى واحد ما كان كيامن بيا، حيت هي اللي دائما هزات لي المعنويه لو لي زوطخ جفوا بيا بعض المرات، هي اللي دفعتني لقدام ودارت لي الطموحات اللي خلاتني مشي درت هارفارد في الميريكان. اي بورتون مالوغوزمون مع الصغر وقلت العقل، يا ما عطيتها من اف، يا ما عطيتها مباركة ماما، يا ما عطيتها وهنينا ماما، ما كتعيايش مباركة، سميناها لو جينيرال، سميناها مسكينة الفو تو دوا. اوجوردي كنشوف كماما كتبكي على مامي وكتبكي على بابي اليومينا، هذا مازال كتبكي عليهم، علاش؟ حيت حسيت بك ما قديتيش تقولي لهم كاع داكشي اللي كان في قلبك وشحال كانوا عزاز عليك وشحال كنتي فخوره بهم. انا اليوم بغيت نقول لك ماما جو تيم، ماما الله يخلف عليك، كونتيني اليوم الى العالم كنعجب العالم والعالم كيشكرني والعالم كيستافد معايا سي غراس ا توا، الى اليوم انا رجعت الثقه في راسي سي غراس ا توا، الى اليوم عاودت تزوجت سي غراس ا توا، وما كنت نسوى والو بلا بيك. واليوم انا بغيت نقولها لك، كان يمكن لي نقولها لك مني لك منو، بغيت نقولها اون فاس لا كاميرا كحجه تبقى بيني وبينك، سورتو في ما كاينه شي بنيته مدابزه مع ماماها، يا ربي نكون انا السبب باش تصالح معها، في ما كاينه شي وليد كيتهز على ماماها، يا ربي نكون انا السبب باش يقدر يتصالح معها. وتستاهلي نبوس لك راسك ورجليك وايدك الصباح والليل، حيت ما نقدرش نرجع لك قد هكا داكشي اللي درتي على ودي، الا بديت غير من الوجع ديال الولاده بوحدو بوحدو، حيت دابا انا جربتو هذاك بوحدو عالم. دونك اليوم بغيت نقول لك ماما بون فيت دي مامو، جو تيم، لهلا يخطيك عليا وعلى خوتي، والله يطول لك في العمر، ويا ربي تكوني راضيه عليا دنيا واخره، حيت الرضا ديالك هي اللي واقفه معايا. حتى نتوما الا عندكم شي ميمه نوضوا طفيو الفيديو عيطولها بوسوها، حيت الا ما درتوهاش دابا نهار غتموت، غتولي بحال مامتي كتبكي على والديها بالليل وبالنهار، وما كرهاتش يكونوا معاها وما لقاتهمش، محدهم في حقيد الحياه. اللي عنده شي ميمه ينوض يبوسلها على راسها ويدها ويقول لها شحال هي مهمة في حياته، حيت لا كاين شي واحد في الدنيا وفي العالم فخور بك، ولا كان شي واحد في الدنيا وفي العالم اللي هو غادي دايما يوقف بجنبك وما عمرو يتخلى عليك هو ميمتك. كانت معكم نهيد رشيد بوغ لا فيت دي مير، فيف لي مامون، هذا هو، الله يحفظكم.